مكنت في الأيام القليلة الفارطة إحدى الفرق الأمنية من إماطة اللثام على عصابة خطيرة مختصة في ترويج مادة نادرة بالبلاد التونسية وتخزينها بطرق ممنوعة. وخبر القبض عليهم أدخل الطمأنينة عند الشعب التونسي وخاصة القهوجية والأم المرضعة. نتفرجوا. احتراماتي سيد محافظ، بعد تظافر كل الجهود وتعاون كل الفرق المختصة من حرس وشرطة وديوانة وبعد كمين تم نصبه بذكاء أمني، مكننا من القبض على المجرم اللي يروج في المادة المفقودة، وهو تو في الجيار يستنى باش يتعدى على سيدتكم للتحقيق. أحسنت. والكمين صبتوه من قدام ولا من تالي؟ الحقيقة متاع ربي لا من قدام ولا من تالي، كل شيء تلعب في الوسط. جابتين رش جاء مزبول، يعني المجرم ولا أعور. وهو كذلك. يلا دخلوا من غير تصرفيه، ما يتصرفك كان كيكس وينكر التهم. انت تتكلم منين تجيب فيه؟ وشكون معاك في الشبكة هذه؟ لشكون تبيع فيه؟ نتاع سلوفانيا ولا سلعة المدب؟ سيد المحافظ خطيني موشني نارو. سيد المحافظ موش قلتوا الظرف في المراكز نحى بعد الثورة؟ نقص من قراية الجرايد عايش ولدي، نقص. منين تجيب فيه السلعة وعلى قداش بيع فيه البك؟ والمسائل كين بتاعك ماني شريحة. انتق. والله شوف سيد المحافظ، انا نتعامل ياسر مع نساء وخاصة الوالدين الجدد، فهمت؟ يا هونوا على البكرة، ماك تعرف حنان الام للمرضى. وزيد عندي شوية جماعة من المعارضة فرحين بيا، ياخذوا بستيكة ومحلفيني باش حد من الحكومة ما يلوك كاز، فهمت؟ يعني تصارف انه حمل امامي ورئيس عصابة؟ يا ولدي انا رئيس عصابة وانا رئيس حكومة، يا ولدي خطير راجل شبيه. هذا اتهام صريح سي حمادي جبالي. تحبوا تركبوا هالي في اي حكاية؟ يا اخوي انا نروج في الحليب وانا وراء تفجيرات 11 سبتمبر، والطيارة متاع لوكربي انا اللي طيحتها بتريبولات، وسام بلادنا يا دي راجل خالتي هذاك صفا ومرنا جزوز هكا. يلا اخوي شيلوني.